بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 78. أبخي كيف كنا؟ أو أبيت لو ناغاتور. طبعا ذكرنا إكخير أن تكست ناغاتيف، كتابة نص حكواتي. هنا نتكلم عن لو ناغاتور يعني الحاكي، ناغي يعني أنك تحكي، المقصود غاكونتي. ثم ذكرنا لا ناغاسيون يعني عملية الحكي. هنا عندنا لو ناغاتور، لو ناغاتور يعني الحاكي، الشخص اللي تيحكي القصة يسمى لو ناغاتور. إذن أوابيت لو ناغاتور، أين يسكن الحاكي، الشخص الذي يقص علينا القصة أين يسكن؟ أوابيت لو ناغاتور. لو ناغاتور أفيكي دابور أتونجي بوي لا ديميناجي دونز أن فيلاج إليا دوزون. لو ناغاتور أفيكي دابور أتونجي بوندون ديزون بوي لا ديميناجي dans un village il y a 2 ans. Puis il a déménagé dans un village il y a 2 ans. الحاكي سكن مدينة طنجة لمدة 10 سنوات ثم رحل إلى قرية منذ سنتين من الآن. Le narrateur a vécu d'abord à Tanger pendant 10 ans, puis il a déménagé dans un village il y a 2 ans. Pour la troisième question, combien de temps a-t-il vécu à Tanger? إذن كم من الوقت هو عاش بمدينة طنجة؟ Pour la troisième question, combien de temps a-t-il vécu à Tanger? Et d'un بالنسبة للسؤال الثالث, كم من الوقت عاش في مدينة طنجة? Le narrateur a vécu à Tanger pendant 10 ans. Et d'un الحاكي عاش بمدينة طنجة لمدة 10 سنوات. ثم عندنا je réfléchis, أنا أفكر, c'est le verbe réfléchir. Quels sont les temps utilisés dans ce texte? Quels sont les temps utilisés dans cet extrait? Quels sont les temps utilisés dans cet extrait? ما هي الأزمنة المستعملة في هذا المقتطف؟ ما هي الأزمنة المستعملة في هذا المقتطف؟ إذن عندنا مقتطف طبعا من نص آخر ربما، إذن نتكلم عن إكستخي، إذن نتكلم عن مقتطف، وفي حالات أخرى أنه يعني كما لو نقول نسخة. عندما نتكلم عن مقتطف من عقد زياد، إذن كما لو نتكلم عن نسخة عقد الإزدياد. إكستخي، نتكلم عن إكستخي، كلمة إكستخي. نقول مثلا إكستخي دو كونت يعني كشف حساب. إذن كما لو نتكلم عن مقتطف من حساب، إذن عندنا واحد الحساب بغينا ناخذ منه واحد النسخة مسجلة، إذن المقصود كما لو نتكلم عن كشف حساب، إذن نتكلم عن إكستخي دو كونت. أو نتكلم عن إكستخي دو نيسونس، إكستخي دو نيسونس يعني شهادة الميلاد. ممكن أننا نقول إكستخي دو نيسونس أو بيان إكستخي داكت دو نيسونس، إكستخي داكت دو نيسونس. العبارتين صحيحتين. هنا عندنا quels sont les temps utilisés dans cet extrait، ما هي الأزمنة المستعملة في هذا المقتطف؟ عندنا هنا cet extrait، علاش لما قلناش، لماذا لم نقل ce extrait أو لم نقل cet extrait؟ طبعا في المؤنث نقول cet بدو تاء، بالنسبة للمذكر نقول ce. مثلا ce garçon، cet في. علاش استعملنا هنا هاد ست بالطريقة؟ لماذا لم نستعمل سو إكستخي في حالة المذكر أو نستعمل ست بدو تي أو في حالة المؤنث؟ لماذا استعملنا هاد ست مع إكستخي؟ طبعا لأن كلمة إكستخي أولا هي كلمة مذكرة، علينا أن نستعمل سو، ثم أنها مبدوءة بإن فويال، ثم أنها مبدوءة بإن فويال يعني أنها مبدوءة بصوتي اللي هو أو، لذلك أضفنا الطي حتى تأتي سهلة في الكلام. فبدل أننا نقول سو إكستخي نقول سات إكستخي. مثلا سات أنفون، سات أنفون هذا الطفل، بدل قول سو أنفون تأتي شيئا ما ثقيلة، سات أنفون تأتي سهلة. إذا نستعمل هاد سات، إذا هاد سات ما هي إلا سو ولكن نضيف لها الطي مع الأسماء مبدوءة بإن فويال. ألوغ Quels sont les temps utilisés dans cet extrait? إذن ما هي الأزمنة المستعملة في هذا المقتطف؟ إذن كما رأينا قبلا، إذن عندنا هذا الجدول التالي، إذن عندنا فخاز فيرب ثم طون، إذن عندنا جملة فعل ثم الزمان الذي أتى بها. إذن عندنا مثلا جي فيكي، إذن أون لو فيرب فيفر كونجوغي أو باسي كومبوزي.
j'ai vécu, يعني أنا عشت. puis on a, il y a deux ans, il y a deux ans. هاد أ, c'est le verbe avoir. هذا le verbe avoir au présent. C'est le verbe avoir au présent. نقول j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et then, c'est le verbe avoir au présent. Après, qu'est-ce qu'on a? Je me suis installé dans ce village. Le verbe s'installer au passé composé. Après, tout a changé dans ma vie. On a le verbe changer au passé composé. De la même façon, je me suis mis à faire du sport. On a se mettre à faire au passé composé. Après, je travaillais à l'époque pour une entreprise casablancaise. Je travaillais à l'époque pour une entreprise casablancaise. يعني أنني عملت في ذلك الزمان لشركة بيضاوية. On a le verbe travailler à l'imparfait. Ensuite, on a je me suis fait des amis. أنا فعلت لنفسي أصدقاء. C'est le verbe se faire au passé composé. Et enfin, on a je suis très heureux. Je suis, c'est le verbe être au présent. Le temps utilisé dans cette expression le présent, le passé composé et l'imparfait. Le temps utilisé dans cette expression le passé composé, le présent et l'imparfait. La question suivante, quel est le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail? Quel est le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail? Ce que fait le personnage comme travail? Quel est le temps utilisé? ما هو الزمن المستعمل pour indiquer للإشارة إلى ce que fait le personnage للإشارة إلى ما عملته الشخصية ce que fait le personnage comme travail للإشارة إلى ما عملته الشخصية المقصود الشخص كعمل أو كمهنة. Quel est le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail? إذن ما هو الزمن المستعمل للإشارة إلى ما عملته الشخصية كعمل أو كمهنة؟ ما هو الزمن المستعمل في المقتطف للإشارة إلى العمل للإشارة إلى ما عمله هاد الحاكي الذي يروي القصة كعمل الشخصية في هذا المقتطف حكت عن نفسها في جملة وقالت ماذا كانت تعمل. إذن عندما حكت عن نفسها ماذا كانت تعمل ما هو الزمن الذي استعملته في هذه الجملة؟ يمكننا أن نقول on peut dire le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail et l'imparfait. Le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail et l'imparfait. الزمن المستعمل في الجملة هو l'imparfait. كما رأينا je travaillais à l'époque pour une entreprise casablancaise à distance. Je travaillais. Le verbe travailler conjugué à l'imparfait. إذن طبعا هذه هي الجملة التي تحكي عن عمله كما عندنا هنا أنه كان يعمل عند شركة بيضاوية. إذن je travaillais. أنا كنت أعمل. Le verbe travailler est conjugué à l'imparfait. إذن فعل عامل أنه مصرف في l'imparfait. Le temps utilisé pour indiquer ce que fait le personnage comme travail est l'imparfait. ثم كنديك le verbe à l'imparfait. عن ماذا يدل الفعل في زمن l'imparfait. عن ماذا يدل ملي تنصرف واحد الفعل في l'imparfait. إذن عن ماذا يدل؟ طبعا نقول يدل على الماضي حتى لو باسي كومبوزي يدل على الماضي. إذن عن ماذا يدل تصريف فعل في l'imparfait تحديدا؟ إذن premièrement l'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. Généralement l'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. إذن l'imparfait يستعمل لكي يصف لنا وضعية في الماضي. L'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé. إذن هذا أولا. Comme exemple, elle faisait froid, les arbres étaient gelés. Elle faisait froid, يعني أنه كان الجو باردا. Le verbe faire يستعمل كثيرا للتعبير عن الجو. هل هو ساخن أو بارد إلى آخره. إذن elle faisait froid, يعني أن الجو كان باردا. Les arbres étaient gelés. يعني أن الأشجار كانت متجمدة. يعني أن الأشجار كانت متجمدة. إذن طبعا l'imparfait تيجي باش يوصف لنا واحد الوضعية واحد الحالة في الماضي. إذن l'imparfait est utilisé. يعني أن l'imparfait يستعمل
pour décrire, c'est le verbe décrire, يعني فعل وصفة, pour décrire des situations dans le passé. يأتي من أجل وصفي وضعية في الماضي. إذن هذا لامبارفي. إذن عندما نصرف فعلا في لامبارفي, فهذا يدل على أننا صرفنا فعلا في الماضي. Deuxièmement, il exprime des actions habituelles ou répétées dans le passé. يعني أنه يعبر عن فعل معتاد. يعني أنه تعبر على واحد الفعل معتاد, أنه تتعاود. Il exprime des actions habituelles. يعني أنه تعبر على واحد الأفعال على الأرض أنها معتادة. مثلا, quand j'étais enfant, عندما كنت طفلا. ماذا يعني هذا؟ أنني كنت طفلا لمدة من الوقت. لم أكن طفلا لمدة ساعة أو لمدة يوم أو لمدة شهر, بل كنت طفلا لفترة من الوقت. إذا لامبارفي هو الذي سيعبر لنا عن هذا المعنى. إذا il exprime يعني أنه يعبر عن des actions habituelles, يعني أنه يعبر عن أفعال معتادة. نتكلم عن l'habitude. L'habitude يعني العادة. Il exprime des actions habituelles, يعني أنه يعبر عن أفعال على الأرض. تنتكلم على لو فيرب. لو فيرب يعني الفعل اللي تنكتبوه. مثلا فعل ضربة, فعل أكلة, هادو أفعال تكتب على الورق. ولكن نتكلم عن لي زاكسيون, هادو الأفعال اللي تحدتو على الأرض. ملي تنشوف واحد السيد تياكل, إذا هذا فعل تتسمى أكسيون, هو تياكل. ولكن عندما أكتب في الورق على هاد السيد بأنه يأكل, هاد يأكل, هذا سلو فيرب. إذا هنا نتكلم عن il exprime يعني أنه يعبر des actions. Des actions يعني أنه يعبر عن أفعال في الأرض habituel, يعني أنها تحدث معتادة, يعني أنها معتادة. نتكلم عن أفعال معتادة. و répéter, le verbe répéter يعني كرر. هاد les actions وصفناها بأنها habituel, يعني أنها معتادة. و répéter أو متكررة dans le passé, في الماضي. Sans notion de début ni de fin, يعني بدون الإشارة إلى البداية أو النهاية لهذا الفعل الذي حدث على الأرض. مثلا عندما أقول quand j'étais enfant je venais souvent dans cet endroit. Quand j'étais enfant, عندما كنت طفلا, je venais, c'est le verbe venir à l'imparfait. Quand j'étais, c'est le verbe être à l'imparfait. Quand j'étais enfant, c'est le verbe être à l'imparfait. عندما كنت طفلا, je venais, c'est le verbe venir à l'imparfait. Souvent, يعني غالبا, يعني أنني كنت آتي غالبا dans cet endroit, لهذا المكان. عندما كنت طفلا كنت آتي في الغالب لهذا المكان. هنا لم أذكر لا البداية ولا النهاية. هنا طبعا لم أذكر تحديدا متى كان يتكرر هذا الفعل. لم أقل مثلا بأنني كنت آتي لهذا المكان في الماضي من هذا الوقت إلى هذا الوقت, مثلا من هذه السنة لهذه السنة. لم أذكر هذا. إذا عندما نستعمل لامبارفي لا نستعمل لا بداية ولا نهاية, لكن عموما هذا لامبارفي يتكلم هكذا عن فعل ما كان يحدث في الماضي كعادة أو أنه كان يتكرر. إذا نتكلم عن فعل معتاد أو متكرر في الماضي. كان ديك لو فيرب لامبارفي عن ماذا يدل فعلا مصرف لامبارفي؟ إذا لو فيرب لامبارفي سي ان فيرب بور ديكخير دي سيتياسيون هابيتويل أو ريبيتي أو باسي. إذا هو فعل معتاد أو متكرر في الماضي. إذا هذا هو المعنى ديال تصريف فعل في لامبارفي. ثم عندنا جو مونترين أ إكخير, أنا أتدرب على الكتابة. Je complète ce récit avec, pour, avant, ce jour-là, ensuite. Je complète, أنا أتمم, c'est le verbe compléter, ce récit. أنا أكمل هاد القصة, أنا أتمم هاد القصة, avec, مع, pour, طبعا سنضيف لها, pour, avant, ce jour-là, ensuite. طبعا في الأماكن الفارغة سنختار الكلمات الصحيحة. إذن عندنا pour, avant, ce jour-là, ensuite. طبعا pour, من أجلي, avant يعني قبل, ce jour-là, في هذا اليوم, ensuite, بعد هذا. إذا النص الصغير الذي عندنا, je suis arrivé en retard au travail. إذا ماذا يمكننا أن نكتب هنا؟
طبعا سنكتب سو جوغ لا. في هذا اليوم جو سوي اغيمي اون غوتار او ترافاي، يعني انا وصلت متاخرا الى العمل. جي تي تري انغواسي، يعني انا كنت جد مهمومه. جي تي تري انغواسي كار جافي ابري، لانني علمت، المقصود انني تلقيت خبر كين امي بان صديقه افي ديسباري، بان صديقه اختفت. عندنا لو فيغ ديسباريتر يعني اختفى. كار جافي ابري، لانني تلقيت خبر كين امي افي ديسباري، بان صديقه اختفت. انا فيغ، وفي الساعه التاسعه انا فيغ مع الساعه التاسعه المقصود صباحا جافي ان رونديفو امبورطون، كان عندي موعد مهم. كيلكو مينوت بضع دقائق، ماذا سنضعون؟ سنقول كيلكو مينوت افون، يعني بضع دقائق قبل هذا. اما انونسي كيل اتي انولي، يعني انهم اعلنوا لي بانه الغي. انا فو ومع الساعه التاسعه جافي ان رونديفو امبورطون، جافي ان رونديفو امبورطون، يعني كان لي موعد مهم. كيلكو مينوت افون، قبل الموعد يعني حتى قرب. كيلكو مينوت افون يعني بضع دقائق قبل هاد الموعد، قبل ان تصل التاسعه. اما انونسي يعني انهم اعلنوا لي كيل اتي انولي، بانه الغي. لو فيرب انولي يعني انك تلغي شيئا. عندنا فراغ، جي تيليفوني بور افوار دي نوفيل دو ماريا. جي تيليفوني يعني انني اتصلت بالهاتف بور افوار دي نوفيل، ليكون لي اخبار. جي تيليفوني بور افوار دي نوفيل دو ماريا، يعني انني اتصلت بالهاتف ليكون لي اخبار عن ماريا. اذا انا اتصلت باش نعرف اخبار على ماريا. مونامي يعني صديقتي. لماذا اتصلت لاعرف اخبارا عن ماريا كما تقول هذه السيده؟ مونامي يعني صديقتي. سوماري، اذا هي تشرح لماذا ستتصل لتعرف اخبارها. سوماري يعني زوجها، اذا تقول هي سوماري يعني زوجها. ما اكسبليك يعني انه شرح لي. كال اتي بارتي، بانها ذهبت سون ريان دير، يعني انها خرجت بدون ان تقول شيئا. المقصود انها خرجت دون ان تقول وجهتها. اذا سوماري ما اكسبليك كال اتي بارتي سون ريان دير، زوجها شرح لي بانها خرجت دون ان تقول شيئا. مي كون لافي روتروفي، ولكن وجدوها. مي كون لافي روتروفي، ولكن وجدوها. ال اتي اروم يعني انها كانت في روما. اذا في النقاط اولا ماذا سنكتب هنا؟ اذا ماذا سنكتب اولا في هذا الفراغ؟ طبعا سنكتب انسويت، بعد هذا. انسويت يعني بعد هذا. انسويت جي تيليفوني بور افوار دي نوفيل دو ماريا مون امي. Son mari m'a expliqué qu'elle était partie sans rien dire, mais qu'on l'avait retrouvée, elle était à Rome. ثم ماذا سنكتب؟ طبعا سنكتب ما تبقى. Elle était partie à Rome pour une semaine, لأسبوعين، من أجل أسبوع، pour se reposer، لكي تستريح. إذا هي ذهبت إلى روما لتقضي هناك أسبوعا من أجل الاستراحة. إذا elle était partie à Rome. Elle était à Rome، يعني أنها كانت في روما. Pour une semaine، من أجل أسبوعين. Pour se reposer، لكي تستريح. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.